سجل حضوره في المباراة الأولى. عندك بعض اللاعبين القادمين، حتى اللاعب اللي سجل الهدف الملغي ضربة ركنية، اللعبة تسقط الكرة وتحول الكرة في الجول. جول محتسب لميلان، ميلان يسجل الهدف الأول الغو، ولكن الثاني احتسبوه وجاء الهدف الأول لميلان عند الدقيقة 8. المشجعي ميلان تفصل، جو حار كما ذكرت، المدرجات اللي دفعت بلاعبي ميلان من البداية، الضربة الركنية لاحظ بعدها حارس المرمى كالانشيا، تصل أمامك إلى بونافنتورا، وبونافنتورا اللاعب الدولي الإيطالي يسجل أمامك الهدف الأول لمصلحة ميلان. أعبرت وأسكنت شباك كالانشيا، وبالتالي أمامك الهدف الأول لمصلحة ميلان. إلى ضربة حرة مباشرة، هذا رودريغيز اللي سجل في المباراة الأولى الهدف الوحيد، هو لاعب جديد من فياريال 20 مليون دولار. الضربة الحرة المباشرة أمامك لمصلحة ميلان، قد يأتي الهدف الثاني، وصلت إلى الأمام، علي أمام المرمى، جول، جول ثاني لميلان. كوتروني الشاب الإيطالي المتألق يسجل الهدف الثاني لمصلحة ميلان. كوتروني لاعب صغير السن 19 سنة ينشر الفرح الآن في ملعب سان سيرو. الضربة الحرة المباشرة انلعبت ووصلت إلى كوتروني، وكوتروني يسجل أمامك الهدف الثاني لمصلحة ميلان. الدربك احدثت والضربة الحرة المباشرة أمامك الآن، ولاحظ رودريغيز هو اللاعب اللي لعب الكرة، واللاعب كرايوفا يهيئ الكرة إلى كوتروني اللي يسجل الهدف الثاني. سعيد دوناروما بالهدف الثاني، وهنا بالمقابل المدرب مانجا.